بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. درس اليوم يا عاشر هو أثر الإيمان في بناء شخصية المسلم. لما نحكي عن أن الإسلام هو دين كامل، دين شامل راعى جميع جوانب وشؤون الحياة، دائما نحكي أنه هاي هي من مميزات وخصائص هذا الدين، الدين الإسلامي. إذن أكيد راح يكون أولى اهتمام خاص للفرد المسلم. من ضمن هاي الأمور اللي بتتعلق بالفرد نفسه شو هي؟ اللي هي الأمور الشخصية، شخصية هذا المسلم، كيف شخصيته بدها تبنى، كيف بدها تكون شخصية المسلم. فراعى الإسلام هذا الجانب وركز عليه في قضايا ومظاهر مهمة راح نتعرف عليها إن شاء الله في هذا الدرس، حتى يكون بالنهاية الإنسان هو شخصية سوية، شخصية متزنة يكون لها أثرها في هذا المجتمع وتؤدي الغاية التي خلقت من أجلها. نبدأ بأول مظهر من هذه المظاهر، أنه سعى إلى تحقيق التوازن في شخصية المسلم. يعني الإيمان إذا كان الإنسان مؤمن، طبعا إحنا نحكي عن المؤمن الحق، إذا كان الإنسان مؤمن بحق مش بس مجرد قول باللسان، فإذا كان الإنسان آمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان، فإنه هذا الإيمان رح يجعل شخصيته متوازنة. كيف متوازنة؟ من جميع الجهات، من جميع النواحي والأمور، بيكون إنسان دائما معتدل، إنسان وسط في عبادته، في سلوكه، في أقواله، في كل جميع شؤون وجوانب حياة هذا الإنسان. نحكي عنها اللي هي بلا إفراط ولا تفريط، يعني بدون زيادة، بدون مبالغة، لأن المبالغة حتى وإن كانت في العبادة هي منهي عنها. عشان هيك كلنا نعرف قصة الثلاثة، إجوا ثلاثة للرسول عليه الصلاة والسلام لبيوت زوجاته، بدهم يسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام شو مالهم؟ تقلوها، يعني حسوا هاي العبادة قليلة نوعا ما. فشو حكوا فيما بينهم؟ إنه يعني أكيد هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا غفر له كل ذنوبه، إحنا وين والرسول وين حتى إن تكون عبادتنا زي هيك؟ فأكيد لا. فإحنا شو بدنا نعمل؟ قرروا الثلاثة، كل واحد قرر. الأول شو صار يحكي؟ إنه هو بده يصلي طول الليل وما ينام. الثاني شو حكى؟ بده يصوم الدهر، يعني طول السنة صايم ما يفطر ولا يوم. والثالث شو حكى؟ أنا بدي أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. لما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام سمع شو حكى؟ هل سكت؟ هل حكى آه والله أثنى عليهم إنهم هم دم يعبدوا ربنا كتير؟ فعلى طول الرسول عليه الصلاة والسلام حكى لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنتم اللي حكيتوا هيك وهيك وهيك، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد هو أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى، فهو أخشى الناس وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى، لكني أصوم وأفطر. مش كل أنا السنة صايم ما بصير، بصوم وأفطر، أصلي وأرقد، بصلي وبنام برتاح، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني الواحد ممكن يتشدد في الدين لكن هو ماله بيكون، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم شو حكى، من رغب، يعني اللي ما عمل بسنتي، ابتعد عن سنتي، خالف سنتي، فهو ماله، فليس مني، ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه الدين دائما هو وسط، ادعوني إلى الوسطية، ما بده لا نكون في عنا تطرف ولا مغالاة في عباداتي لله سبحانه وتعالى، تكون معتدلة، وأكون المسلم دائما نحكي عنه إنه هو عايش في هاي الحياة الدنيا بين جناحين، مثل الطائر. الطائر بيعيش بدون جناح؟ لا، لازم يكونوا الجناحين موجودين. إيش هدول الجناحين اللي للمسلم في الدنيا؟ اللي هم الرجاء والخوف. الرجاء إنه هو دائما يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، يطمع في رحمة الله،
يتأمل عفو الله سبحانه وتعالى، والخوف إنه مش أنا بصدق إن يلا والله إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم أعمل كل إشي وأحكي إن الله غفور رحيم، هذا ما بينفع. رجاء لحاله ما بينفع، لازم أكون متوازن عندي هدول الجناحين، الرجاء والثاني اللي هو الخوف. أخاف أيضا من يوم القيامة، أخاف من عذاب القبر، أخاف من عذاب النار، أخاف أني أغضب ربنا سبحانه وتعالى. إذا كنت موازن لهذول الأمرين، زي كيف الطائر هو بيطير بجناحين التنين بهذا الأمر، بيوازن من هذا وبين هذا، ما بينفع جناح واحد. وإحنا هيك في حياتنا الدنيا لازم يكون عندي هذول الجناحين اللي هم الخوف والرجاء من الله سبحانه وتعالى. بأدي كل ما علي من عبادات تجاه ربنا، وربنا إيش حكى؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني مش الواحد يحكي خلاص أنا بس بدي أعبد ربنا وأنا وأنا وأنا، وينقطع عن كل هاي الحياة عشان هو يعبد ربنا. لا، لازم الإنسان حتى في سعي في الدنيا، سواء في عملي، في كسب رزقي، في كل أموري، أجعل نيتي فيها لله وأعملها حقها وأتقنها. شو بكون أنا؟ بكون حتى في حياتي الدنيا أخذت أجر كمان. لكن هل نسيت جانب من جوانب الدنيا؟ لا. هل معنى هيك والله أنا بدي أعبد ربنا يلا خلي ملابسي تكون وسخة، ملابسي تكون مزعة، ملابسي تكون مجعلك مش مكوية، هل هذا حكي بنفع؟ لا، لازم الإنسان يكون يوازن بين الدنيا والآخرة. عشان هيك أبو الدرداء رضي الله عنه شو حكى؟ إن لجزتك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي وأتي أهلك وأعطي كل ذي حق حقه. يعني كل إشي أعطيه إيش؟ حقه، بلا إفراط ولا تفريط. النقطة الثانية وهي إيش؟ اكتسبوا الشعور بالعزة. فالمسلم الإسلام حرص على تحقيق كرامة هذا الإنسان، وطالما حرص وصان كرامة الإنسان ونهى عن الاعتداء عليها بكل أنواع الاعتداء، سواء الاعتداء باليد أو الاعتداء باللسان أو حتى الاعتداء بالألقاب بالنظرات، بكل أنواع الاعتداء نهى على الاعتداء على كرامة هذا الإنسان. بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى أشعر المسلم إنه هو ماله، هو مميز، إنه أنا لما أكون مؤمن إذن أنا مرتبط بمين؟ أنا مرتبط بالله. ربنا سبحانه وتعالى هو القوي، هو الغني، هو. فأنا لما أكون عارف إنه أنا مرتبط، أنا هياتي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، إيش هذا؟ إيش راح يولد عندي؟ راح يولد عندي شعور دائما بالقوة، شعور دائما بالعزة، دائما أنا متوكلة على ربنا سبحانه وتعالى. ما بهمني إذا كان خير ربنا يسر لي أي أمر من أموري، إذا كان شر ربنا سبحانه وتعالى صرفه عني. فأنا دائما عندي يقين بالله سبحانه وتعالى، فشو ما صار معي من مصاعب، من مصائب، من كل إشي، إيش رح يكون عندي؟ عندي رضا نتيجة ارتباطي بالله سبحانه وتعالى. هل بشعر حالي إني ذليل؟ بشعر حالي إني ضعيف؟ أكيد لا. ليه؟ لأنه أنا مرتبط بمين؟ بملك الملوك، مش بإنسان عادي، أنا مرتبط بملك الملوك سبحانه وتعالى. فهل الإنسان المرتبط بالله سبحانه وتعالى رح يحس حاله ذليل أو ضعيف؟ أكيد لا، بالعكس، بحس كل القوة هي موجودة معه، لأنه ملك الملوك سبحانه وتعالى هو معه. لكن مع هيك، إيش مأمور الإنسان؟ إن هو يأخذ بالأسباب. يعني بينفع واحد يحكي ربنا هو الرزاق، أنا ما بدي أشتغل ولا بدي أعمل إشي، أظني قاعد ببيتي وربنا الرزاق هو رح يرزقني وأنا ما أعمل إشي؟ بينفع؟ لا، لازم الإنسان يسعى ويبذل جهده حتى ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه ويعطيه. أما بدون سعي، فهذا شو حكينا عنه فيما سبق، هو التواكل. وفرق طبعا بين التوكل والتواكل. أيضا في قضية مهمة في بعض الناس،
انه بسبب اعتزازه بدينه وفخره بدينه هذا الاشي راح يؤدي فيه لانه يتكبر ويتعالى على الناس، خاصة على المخالف اللي بده يكون مخالف لإله يتكبر عليه ويستعلي عليه، فهذا الشيء بيؤدي لنفور الناس من حوله. الرسول عليه الصلاة والسلام رغم كل ما كان هو رسول، مع هيك كل أذى قريش، هل هو استكبر عليهم؟ ما استكبر عليهم. هل هو تعالى عليهم؟ أنا أفضل منكم، أنا أحسن منكم، أنا هل كانت عنده هاي النزعة؟ أكيد لا، عليه الصلاة والسلام. وإحنا مين قدوتنا؟ قدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقتدي به. النقطة الثالثة وهي تمكينه من التفسير الواضح للولود، وهي نقطة مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه دائما الإنسان بطبيعته كإنسان عنده فضول في معرفة الغيب، الإشي اللي لسه ما صار أو الإشي اللي صار أول كيف صار. فعشان هيك الإنسان دائما إيش بخطر بباله؟ إنه مين خلقني؟ طب ليش خلقني؟ طب كيف خلق هذا الكون؟ طب ليش خلق هذا الكون؟ طب بعد ما أنا هياتني كنت صغير، كبرت، بعدين متت، بعدين طب بعدين بعد ما أموت إيش بده يصير لي؟ طب ليش أنا بموت؟ وهاي الأسئلة كلياتها اللي بتدور دائما في عقل كل إنسان. فربنا سبحانه وتعالى من خلال لما أنا أؤمن في الله حق الإيمان إيش عمل؟ عمل هذا الإيمان إنه هو أعطاني تفسيرات واضحة لهذا الولود، ما تركني والله هيك ولا أغفل هذا الجانب اللي موجود عندنا. بالعكس ربنا سبحانه وتعالى حثنا على إنه نعمل عقلنا، وبالمقابل في أمور معينة عقلي ما لازم يفكر فيها أعطاني ربنا سبحانه وتعالى مفاتيح أو إجابات لبعض الأمور حتى أني ما أرفقها عقلي في حدود خارجة عن حدوده، في أمور هي خارجة عن كل حدود هذا العقل وتصوراته. فربنا سبحانه وتعالى أعطاني حقيقة أنه الغاية ليش ربنا سبحانه وتعالى خلقني؟ خلقني لعبادة الله سبحانه وتعالى. متى ما عبدت الله سبحانه وتعالى إجت عندي اللي هي الوظيفة الأساسية اللي في هذا الكون، وهي عمارة هذا الأرض. فربنا سبحانه وتعالى قال عن الإنسان إنه لما خلق آدم شو حكى؟ إني جاعل في الأرض خليفة، فيقوم الإنسان بمهمة الاستخلاف في الأرض. هذا الكون كليات ربنا سبحانه وتعالى لما أنا أتفكر فيه أتفكر إنه إيه؟ إنه كيف ربنا خلق هذا الكون وجعل الكون كلياته مسخر لإلي، مسخر لهذا الإنسان. خلق ربنا الكون حتى إنه الإنسان يقدر يعيش فيه ويسعى في هاي الأرض، جعل الأرض لإلي مذللة مسهلة عشان أقدر تسهل علي الحياة فيها. أيضا كمان مين مدبر هذا الكون كلياته؟ هو الله سبحانه وتعالى، زي ما هو خلقه ويسره وسخره للإنسان أيضا هو اللي تكفل بتدبير أمور هذا الكون. أيضا كمان بعد ما أنا أعلم هاي الأمور أعلم إنه حياتي أنا ليش عايش في هاي الدنيا، حياتي ابتلاء واختبار، فيها هيك وفيها هيك، مش كل الحياة سعادة ولا كل الحياة نكاد ولا كل الحياة، فيها هيك وفيها هيك، فيها الحلو فيها المر، مرة بتكون فيها عطاء مرة بيكون فيها منع مرة بيكون فيها ابتلاء. إذا هاي هي الحياة. ليش الابتلاء؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يختبرنا ويميز بين الناس. زي ما أنت بتمتحني لأي مادة، هذا الامتحان بيكشف مين اللي دارس مين اللي مش دارس، مين مركز مين مش مركز. نفس الشيء إحنا في خلقنا، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هاي الدنيا هي دار ابتلاء ودار امتحان. النتيجة أنت بنحصدها، بنحصدها يوم القيامة بحسب كل إنسان شو عمل وشو قدم لهذا اليوم. متى ما الإنسان حس بهاي الأمور كلياتها وفهمها وأدركها، إذا هذا الإشي راح يكون فيه له آثار. شو أثر؟ إنه الإسلام غير عن باقي الديانات أعطاني إجابات لكل هاي الأمور. أول إشي هذا الإشي
يحرر من القلق والحيرة، بدل ما أنا خايف دائما على مصيري. طب أنا ليش هيك؟ طب بلكي هيك؟ طب بلكي لا، أنا مسلم خلص، عارف أنا ليش انوجدت، شو الغاية اللي خلقت من أجلها، عارف شو نهايتي، شو مصيري، إنه أنا بالنهاية الموت. بعدين إن شاء الله المؤمن يكون من أهل الجنة، فأنا بكون مطمئن، ما عندي قلق، ما عندي خوف ولا إشي. النقطة الثانية وهي نبذ التقليد الأعمى، وعاب القرآن طبعا على المقلدين لآبائهم اللي حكوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم، نفس ما هم بيعملوا يلا إحنا وراهم. ليش بتعبدوا الأصنام؟ ما في سبب. شو كان السبب؟ بس آباءنا، دين آباءنا، دين أجدادنا، هذا هو السبب. زي مثلا ممكن كمان في كتير ناس تحكي لها أي شيء غلط، أهلي هيك. احنا ما إلنا دخل بهذا الحكي، انا إلي دخل حلال وحرام، هل هذا التصرف هو حلال؟ طب ما دام انت عارف انه حرام اذا لازم تبتعدي عنه. ما بالنهاية والله اهل يوم القيامة راح يجوا هم اللي ياخذوا العذاب عني او ياخذوا السيئات عني، لا، ولا تزر وازرة وزر اخرى. نقطة ثالثة اللي هي الايجابية والاقبال على العمل، فأنا موكل كل أموري لله سبحانه وتعالى، أنا بحاول أسعى لعمارة هاي الأرض، فأنا بكون مالي إنسان إيجابي، إنسان فعال في هذا المجتمع، مقبل على عملي في الدنيا، على عباداتي، على كل أموري مقبل عليها بفرح بسعادة، مش والله متلكك دائما ودائما متعذر ليه؟ لأنه أنا بالنهاية عم بعمر لوين؟ لآخرتي. والنقطة الرابعة الدعوة للتفكر في نفسه وما حوله، وحكينا عن قضية اللي هي إعمال العقل، أكثر دين أعمل العقل هو الدين الإسلامي من بين الديانات. كثير من الديانات سعت إلى الحجر على هذا العقل، وأنه أنت إليك ما تفكر، ما إلك بس تاخذ أوامرك مثل ما هي، نفذ وبس. لكن إحنا ميز ربنا سبحانه وتعالى هذا الدين إنه بالعكس، أنت إلك الحق إنك تفكر، ومش بس إلك الحق إنك تفكر، حتى إنه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر. والنقطة الرابعة والأخيرة وهي إكساب المسلم أو المؤمن الأخلاق الفاضلة. كيف يعني اكتابه الاخلاق الفاضله؟ الدين احنا عندنا الدين الاسلامي ما فصل بين الدين وبين الخلق، فجعل الخلق هو اساس من اساسيات هذا الدين. والرسول عليه الصلاه والسلام شو حكى؟ كلنا بنعرف انه انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. اذا حث كتير على الأخلاق، وحكى الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، أحسن المؤمنين إيمانهم كامل أكمل اللي هم مين؟ أحسنهم خلقا. إذا حثوا كتير كتير أحاديث حثتنا على هاي الأخلاق، وإنه الدين هو جزء لا يتجزأ من الأخلاق، مش الدين بمعزل والأخلاق بمعزل، بالعكس. وكثير من الأحاديث اللي نهت ونفرت من الأخلاق السيئة وحطت عليها عقوبات وآثام وجزاء معين في النار بسبب سوء الخلق. عشان هيك المسلم المؤمن صح دائما بيكون إيمانه يدفعه إلى الأخلاق الفاضلة. بالعكس، كل ما علت منزلة الإنسان أو المسلم في الإيمان وارتفعت درجاته في هذا الإيمان وتعمق فيه أكثر، كل ما ظهر هذا الحكي على أخلاقه. ما رح ألاقي إنسان ظالم وهو مؤمن حق الإيمان، أكيد ما رح يكون ظالم، لأنه هو قبل ما يفكر من الناس رح يفكر بمين؟ رح يفكر بالله سبحانه وتعالى. لما أحكي عن إنسان بيأكل حقوق الناس، هل هذا الإنسان رح يكون إيمانه صحيح؟ مستحيل يكون إيمانه صحيح. ليه؟ لأنه لو كان هيك كان انتهى عن كل النواهي اللي نهى ربنا عنها سبحانه وتعالى. بالعكس، كان هذا الإشي مدعاة له إنه يسعى دائما ليحسن أخلاقه مع نفسه،
مع الناس اللي حواليه، مع مجتمعه، يبادر هو بالخير، مو يستنى الناس تطلب منه حتى، ولا يستنى أبدا، هو دائما مبادر لهذا الخير بسبب أخلاقه اللي منبعها من وين؟ منبعها الإيمان. لما أنا أكون عارف حالي هيك، إذا أنا عم بقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، عم بقتدي بالصحابة، عم بنفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى، هذا الإشي راح يخليني أستمر في حسن الخلق، بالعكس من أحسن، من منيح لأحسن، ومن أحسن لأحسن أحسن. إذا لما يكون مسلم متحلي بهاي الأخلاق الفاضلة راح ينعكس أثارها على نفسه وعلى مجتمعه وعلى علاقته بالله سبحانه وتعالى. فمن أبرز هاي الآثار إنه هو ينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، أيضا يبتعد عن الرذائل والمنكرات من الأقوال والأفعال، ويحقق التعاون والإيجابية بين أفراد المجتمع. ونهاية بأكد عليكم اللي حكى الرسول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم.